جزاكم الله خيرا، وضحوا لي معنى هذه الآية الكريمة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، هذا وعيد شديد أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى وخالف أمره فإن الله حري به سبحانه وتعالى أن يفسد قلبه وأن يزيغ قلبه عن الحق بسبب المعاصي والمخالفات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة وتسأله عن ذلك: وهل يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فزيغ القلوب وقلب القلوب تقليبها له سبب، وهو المعاصي والمخالفات. فإذا أزاغ الله قلب عبد فقد حال بينه وبين صاحبه. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا ينتفع به، لا ينتفع بقلبه، ولا يتدبر ولا يعتبر ولا يتعظ، وإنما يكون قلبه قلبا قاسيا مغلفا أو مختوما عليه، والعياذ بالله. نعم.